الآن معنا من بغداد صلاح نوري، مدير الاستجابة السريعة في العراق لدى المجلس النرويجي للاجئين. أهلا بك سيد صلاح. معنا التقديرات الكلية لأعداد النازحين من الفلوجة مذهلة طبعا، يعني كيف تتعاملون مع هذا الرقم وهذه الأرقام مرشحة بالازدياد؟ في الحقيقة يعني الوضع جدا مأساوي في داخل مخيمات إيواء النازحين، سواء كان في عملية الفلوجة أو في الخالدية أو في الحبانية السياحية. يعني العلة يعني هي في الأعداد الكبيرة التي يعني جاءت إلى هذه المدن في وقت يعني واحد، وأن الخطة لم تكن مهيئة بالشكل المطلوب حقيقة لاستقبال هكذا عدد من النازحين يعني في وقت واحد. نقص كبير في الماء، في الغذاء، في الدواء، وكذلك في يعني المستلزمات الطبية الأساسية الضرورية. تعلمين أن معظم هؤلاء النازحين يعني من النساء والأطفال يعني موجودين في داخل هذه المخيمات. نعم تفضل. طيب سيد صلاح، هناك ايضا شكاوى من سوء اداره توزيع هذه المساعدات وسوء التعامل مع مساله ملف النازحين عموما، ما تعليقكم؟ في الحقيقة لا أعتقد أن هناك يعني سوء مسألة سوء توزيع. العلة هي في أين هي هذه المساعدات يعني. الآن قلة في الموارد يعني من جميع الجهات. إحنا كمجلس نرويجي للاجئين نلمس هذا الشيء، نقص حاد في التمويل الضروري اللازم الآني لتقديم المساعدة. طيب إلى من توجهون نداءاتكم سيد صلاح؟ في الحقيقة هذا النداء موجه إلى كل الجهود، يعني الحكومة، المنظمات الدولية، أمم متحدة، مجتمع المانحين، المنظمات الخيرية في هذا الوقت بالتحديد، للتحرك بسرعة في الحقيقة يعني قبل يعني حصول أزمة إنسانية كبيرة في هذه المناطق. نعم سيد صلاح، من علينا أن نصدق؟ تارة نسمع بأن الفلوجة خالية من المدنيين، تارة نسمع عن أرقام مهولة يعني تخرج وتنزح من الفلوجة إلى مناطق أكثر أمناً. يعني أنتم على ماذا تعتمدون في توثيق تقاريركم؟ في الحقيقة المصادر الأولية لدينا يعني من خلال العوائد التي خرجت من داخل مدينة الفلوجة تؤكد أن هناك يعني بقى يعني عدد قليل جدا من العوائل في داخل هذه المدينة، وأنه كذلك نحن يعني لاحظنا منذ يعني قبل 4 أيام ولحد الآن يعني لم تصل إلا أنفار قليلة جدا يعني من هذه المناطق، يعني مناطق الصراع الموجودة في داخل المدينة. لذلك نعتقد يعني أنه بوجود الآن يعني عشرات المدنيين بوصول المزيد من النازحين المدينة بعد خروج يعني ليس بهذا العدد الكبير المتوقع. يعني معظم المدنيين يعني خرجوا من هذه المدينة عند بدء يعني الصراع أو القتال في هذه المدينة. طب سيد صلاح، يعني أمام نقص التمويل، إلى أي مدى هذه الأزمة مربكة خصوصا العاملين في شؤون الإغاثة وتوزيع المساعدات أمام هذا العدد الضخم من النازحين؟ في الحقيقة الوضع مربك جدا ويعني محرج للغاية. يعني لنضرب مثالا على ذلك، المجلس النرويجي للاجئين الآن يحاول أن يؤمن 3 إلى 5 ألتار من المياه الصالحة للشرب يعني لكل شخص في ظل هذه الحرارة القاسية في هذا الجو المفتوح يعني للنازحين، وهذا أمر مقلق للغاية. يعني تدخل سريع مطلوب الآن من كل الهيئات. طب سيد صلاح، هل من حالات قصص جديرة بالذكر ولتسليط الضوء عليها ولو بسرعة؟ في الحقيقة نعم، يعني روت لنا هذه العوائل يعني رحلة العذاب التي مرت فيها من خلال يعني الفرار من مناطق الصراع إلى مناطق الأمان يعني في عاملة الفلوجة أو في الخالدية أو في الحبانية السياحية، وكانت هذه مآسي كبيرة جدا، حيث كان عليهم البقاء أو السير يعني ليلا 3 أو 4 أيام حتى يأتوا يعني، والآن هم يعني موجودين في مناطق أيضا بائسة للأسف، يعني انتقلوا من حالة مزرية أيضا إلى حالة بائسة، ولكن ينتظرون الأمل يعني من باقي الجهات التي يعني يجب أن تبذل جهدا الآن من أجل يعني إعادة الأمل لهؤلاء الناس. شكرا جزيلا لك صلاح نوري، مدير الاستجابة السريعة في العراق لدى المجلس النرويجي للاجئين.